إذا أراد الإنسان أن يحج متمتعاً فجاء في أشهر الحج فاعتمر، فهل يجوز له أن يخرج خارج مكة ثم يعود في اليوم الثامن لإكمال الحج؟ ما في بأس، إذا أدى العمرة فإما أن يبقى في مكة وإما أن يرجع، حتى يرجع إلى بلده إذا أراد ما يخالف. لكن اختلف العلماء إذا رجع، إذا سافر بين الحج والعمرة سفر قصر، هل يسقط عنه دم التمتع أو يكون متمتعا؟ صحيح أنه ما يسقط عنه دم التمتع ولو سافر، لو سافر فهو متمتع ولا ينقطع تمتعه بالسفر للعموم. نعم.